أنا نمت في الليلة التي تم استبدالي فيها، ونمت في الليلة التي علمت فيها أني طرف ثالث في علاقة، ونمت في الليلة التي قال لي فيها أحدهم كلمة سيئة وهو يمزح، ونمت في الليلة التي تم الاستهانة بمشاعري فيها، ونمت في الليلة التي فارقني فيها صديقي المفضل، ونمت عندما علمت أن مفضلي يفضل غيري، وسأنام الآن وكأن كل شيء عادي، وكأن شيئا لم يكن. يلا عادي مش حكاية، يلا عادي مش حكاية، يعني مش طالبة دراما، مش هتفرق.